دقيقة عقارية، تعرف على البائع والعقار. من المهم تعرف الوضع المحيط بالعقار إذا كان ودك تشتري، فإذا قدرت اسأل عن سبب بيع العقار وإذا كان في هناك أي شيء حوله، لأنه يمكن البائع ما يقدر يستمر في دفع قرض العقار، أو لقى منزل ثاني وحاب يبيع منزله الحالي بأسرع وقت ممكن. فافهم طبيعة العقار وصاحبه وليش يبي يبيعه، لأن من الممكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة بالنسبة للمشتري، وقد تساعدك هذه الأمور للحصول على صفقة أفضل أو الابتعاد عن العقار والبحث عن آخر.